ارحب بكم اجمل ترحيب بانطلاقاتي وتحديات اشواط الاصاله واشواط التراث، اشواط رياضه الاباء والاجداد، رياضه سباقات الاجن العربيه الاصيله. ننطلق بتحديات وفعاليات المحليه الثالث بمرحلته الثانيه. نتابع انطلاقه سادس اشواط هذا الصباح، وهو الشوط الرئيسي لفئة الثنايا بكار من يخص الانتاج والمنتجين. نتابع هذه الاسماء المتواجدة الباحثة عن تيوتا ستيشن الفي اكس ار المقدمة من اجل هذه الاسماء المتنافسة في مسار وتحديات الستة كيلومترات. نتابع البداية ونتابع المنافسة على مقدمة الشوط. العكلة مع البداية تقود المشاركين بهذه انطلاقة الموفقة على صدارة الشوط بقيادة مستر بن سفران. المري ينطلق مع البداية، ولكن من قيرت واحتلت المركز الأول مباشرة بهذه الانطلاق وبهذا التحدي. نتابع أمجاد سعيد بن عبد الله بن حمد بن ملهي يتواجد بانطلاقة أمجاد مع المركز الأول، تبحث عن الناموس وتبحث عن الانتصار. ولكن نتابع القادمة مع المركز الثاني، تتواجد لطيفة علي بن محمد بن ناصر الشنجل يتواجد منطلق في موقع التحدي، والمنافسة يتواجد مع لطيفة التي تتواجد في تحديات المركز الثاني، تتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات المتواجدة، نتابع المركز الثالث هنا القادمة بهذه المنافسة العكلة بشعار مسفر بن سفر. المري ينطلق بتحديات العكلة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع بلشل محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية ينطلق مباشرة في تحديات وانطلاقة بلشة مع المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، نتابع الأسماء، نتابع الشعارات المتواجدة. المركز الخامس الضبي راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي ينطلق مباشرة في تحديات المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمحتلة لدائرة النداء والإذاعة. نعود مباشرة، نعود مع التحدي ومع البداية على صدارة الشوط. المنافسة بعدما أتممت على مسامعكم أول نداء للخمس المراكز الأولى. لطيفة يا لطيفة بدأت تتسلل بدورها إلى مقدمة الشوط، تحمل الرقم واحد والآن تتواجد في المرتبة الأولى بقيادة علي بن محمد بن ناصر الشنجل يتقدم ينطلق بمسيرة وتحديات لطيفة على صدارة الشوط. بينما المركز الثاني القادمة أمجاد، من تبحث عن الأمجاد وعن الانتصار السعيد بن عبد الله بن حمد بن ملهي قادما من أجل التحدي مع تواجد أمجاد على المركز الثاني باحثة عن الناموس وعن الأمجاد. تحديات المركز الثالث نتابع القادمة هنا والمتواجدة في موقع التحدي والمنافس العكلة بشعر مسفر بن سفران. المري ينطلق بتحديات وانطلاقتي هذا الشوط مع المركز الثالث صاحبة هذا الشوط، صاحبة نقطة في السباق المحلي الأول. شكرا يا البرتو على هذه المعلومات. نتابع الأسماء المتواجدة والشعارات المنطلقة في تحديات ومسار هذا الشوط المركز الرابع. نتابع بلشة، ويا بلشتكم من بلشة التي تتواجد مع المركز الرابع محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية ينطلق مباشرة في تحديات بلشة، من بدأ تتسلل إلى المركز الثالث. ولكن نتابع القادمة هنا والمتدخلة في دائرة النداء والإذاعة، نتابع شروق عبد الله بن محمد بن علي بن طفله المري ينطلق مع شروق على المركز الخامس، تتواجد في تحديات الخمس المراكز الأولى التي تنطلق مع البداية وتواصل مسيرة التحدي في منافسة شيقة من أجل ناموس ومن أجل الانتصار على أرضية ميدان التحدي. ميدان
ميدان الشحنية نتابع هذه الشعارات المتواجدة والمشاركة من أجل الانطلاق ومن أجل التحدي. نعود مع البداية، نعود مع الانفراد والتألق والإبداع. لطيفة مع البداية ما زالت تنطلق وتسيطر على مجريات هذا الشوط، تحمل الرقم 1 وعلي بن محمد بن ناصر الشنجل يتقدم هنا، ينطلق مع لطيفة يسيطر على زمام الأمور بتواجد لطيفة على الصدارة وعلى الانطلاق وعلى التحدي الأول بانفراد وبتألق وإبداع. تتقدم لطيفة تنطلق في تحديات المركز الأول. نتابع أمجاد مع المركز الثاني بتواجد سعيد بن عبد الله بن ملهي المري غادم بانطلاقة أمجاد مع المركز الثاني. المركز الثالث تحركت بلشة بهذا الانطلاق المتميز والجميل. نتابع بلشة لمحمد بن علي بن سالم بن سريد التعي الدعية ينطلق بهذا الانطلاق. تتسلل بلشة إلى المركز الثاني وعينها هناك على لطيفة التي تنطلق مع المقدمة، ولكن نتابع الأسماء القادمة، الأسماء المتميزة والمشاركة في تحديات هذا الشوط. أول القادمين العكلة بانطلاق وتحديات مسفر بسفران المري ينطلق مع المركز الرابع، ولكن هنا من بدأت تتسلل إلى المركز الرابع زاهية لصالح بن طالب بن عقيل النابت يتقدم يتسلل مع زاهية المتواجدة مع المركز الرابع. وخامسا هنا تتواجد الضبي راشد بن ناصر بن جبر النعيمي يحتل المرتبة الخامسة. هذه نتيجتنا للخمس النجوم المنطلقة، للخمس الأسماء المتميزة والمتواجدة في مسار وتحديات هذا الشوط. نعود مع البداية، مع الانطلاق، مع التحدي. 1200 يا مضمرين هي من تفصلنا عن خط النهاية. لطيفة تقدم العرض المتميز والأداء الجميل بانطلاقة وتحديات. علي بن محمد بن ناصر الشنجل ينطلق مع الكيلومتر الأخير والخطير. الفيكسار ينتظر يا الشنجل أم ينتظر الدعية؟ الدعية قادمة مع بلشة بدت بالمنافسة، بدت بالمعركة عندما تعدينا ونحاجز الكيلومتر الأخير. بلشة مع الدعية ولطيفة مع الشنجل، منافسة شيقة من أجل ناموس ومن أجل الانتصار. الفيكسار ينتظر، الفيكسار مع الشنجل ومع الدعية منافسة، ولكن لطيفة ما زالت قائدة. بلشة قادمة الدعية قادم الدعية. محمد بن علي بن سالم بن سريد الدعية يتقدم مع بلشة. تتسلل بلشة إلى التحدي وإلى الانطلاق وإلى التحدي وإلى المقدمة. الفيكسار ينتظر الدعية، الدعية يقترب من الإنجاز، يقترب من الناموس. لطيفة ما زالت صامدة في تحديات يوم مسار هذا الشوط. علي بن محمد بن ناصر الشنجل، ولكن بلشة ولطيفة، لطيفة وبلشة، الدعية والشنجل في منافسة شيقة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. ولكن الدعية مع اللحظات الأخيرة ينطلق في تحديات وانطلاقة المركز الأول. بلشة مع اللحظات الأخيرة تحقق الإنجاز وتنتصر بناموس هذا الشوط. الفيكسر مع بلشة والدعية يحقق هذا الإنجاز، والسلام وتحية واحترام من الدعية من حقق الإنجاز. بلشة لمحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يحقق الإنجاز. تهانينا على هذا الانتصار، تهانينا وألف مبروك للسيد محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية على فوز بلشة وتحقيقها للإنجاز. تهانينا والناموس لعلي بن سالم بن سنيد الدعية من تابع بلشة من حققت الإنجاز. والشوط الرئيسي لفئة الثرايا الإنتاج، المركز الثاني جاءت لطيفة علي بن محمد بن ناصر الشنجل. المركز الثالث ثالثاً فواصل سعيد بن حمد بن جرالله بن سالم المري. المركز الرابع رابعاً وصول تصريح لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. المركز الخامس خامس الرسمية لسالم بن حمد بن سالم بن جهويل النابت. مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل، ها هي المنافسة وتحديات يوم مسار هذا الشوط. بلشة جاءت من بعيد من أجل الإنجاز ومن أجل الانتصار بتألق وإبداع الدعية
من قدم لنا هذه المنافسة المشرفة وهذا الانطلاق الجميل. تحانينا والف مبروك للسيد محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية على فوز بلشا وتحقيقه للإنجاز. التوقيت الزمني 9:21. جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية على فوز بلشا وحصولها على الـVXR المركز الثاني. جاءت لطيفة بتوقيت زمني وغدرة 9:22. جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن ناصر الشنجر على فوز لطيفة في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت فواصل بتوقيت زمني وغدرة 9:27. جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم